يأتي فادي كل صباح لفحص رصيده عبر الصراف الآلي ليجده فارغا ككل مرة. حال فادي كحال أكثر من 120 ألف موظف حكومي في السلطة الوطنية الفلسطينية، يعانون من تأخر رواتبهم، لكن هذه المرة طالت المدة لأكثر من 40 يوما. طبعا اليوم اجيت من الصبح برضو لسه مش نازل، فمش عارفين يعني الأزمة هاي لوين راح تودينا، أزمة الرواتب. والله بيعلم كيف مدبرين أمورنا يعني كموظفين السلطة، بيوعدوا انه في مصاري وبنزلش، وعدونا انه من هون لخلال 15 يوم يكون الازمة محلولة، ولا هلا مش مبين شيء. تأخر الرواتب هذا انعكس ركودا على الوضع الاقتصادي العام، تلمس ذلك في حركة الاسواق الضعيفة والمترنحة حتى مع اقتراب شهر رمضان. الحركة اليوم خفيفة، ما فيش لا حركة ولا في، الناس نايمة، الاقتصاد عندنا منهار يعني في البلد، ما انت شايف الوضع حسب المعاشات اليوم ماشي، الناس معاشات ما في مع الناس، فاذا خلص الحركة نايمة. فالسلطة الفلسطينية ترى ان الازمه المالية الحالية ناتجة عن عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، مع غياب مؤشرات لانفراج قريب. فبحسب وزير المالية الفلسطيني، وصل العجز المالي للسلطة الفلسطينية نحو مليار دولار. أما الرئيس الفلسطيني فأعلن أنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام لبحث الأزمة المالية ودفع الدول العربية لتسديد التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية. لا رواتب موظفين، لا اقتصاد، كساد وضعف في القوة الشرائية، وضع سيبقى هكذا طالما بقي الاقتصاد الفلسطيني معتمدا على مساعدات الدول المانحة. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.